يوم أمس وقبلها أن هذا المركز استحدث تقنيات جديدة للعلاج، ما شاء الله نجاح كبير في العمليات التي تقام، ونحن دائما نفخر بكل الكوادر العمانية والأيدي العمانية التي تعمل وتساهم من أجل خدمة المرضى في هذا الوطن العزيز عمان. ما أعرف إذا زميلنا يعقوب جاهز الآن؟ نعم، ننتقل إلى الزميل يعقوب بن يوسف البلوشي والحديث عن التقنيات الجديدة المطورة في مركز بحوث السلطان قابوس لأمراض السرطان. صباحات الخير لك يعقوب، أهلا ومرحبا بك معنا في قهوة الصباح وأيضا لطاقم العمل معك، الصوت والصورة لك يعقوب. صباح الخير خديجة، تحية لك وتحية لجميع المتابعين لهذه الصباحات التي تبث عبر هذا البرنامج في كل يوم. نتواجد الآن في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، شفى الله الجميع من كل مرض. ونستضيف في هذه الدقائق الدكتورة هدى بنت شنون العويسية، عضوة اللجنة التشغيلية ومديرة دائرة التمريض بالمركز، لتحدثنا عن المركز وكذلك لتحدثنا عن التقنيات والأشياء الجديدة في المركز. دكتورة أهلا بك. سهلا بك، شكرا على الاستضافة. دكتورة بداية لو تحدثينا عن المركز. نعم طبعا أحدثك عن المركز. بداية يجب أن أعطيك نبذة عن المركز وبداية المركز. طبعا بدأ المركز وبدأت الفكرة بتوجيهات من المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في 2015، ثم وضع حجر الأساس في 2017، ومن ثم تشكيل اللجنة التشغيلية التي تشرف على المركز ليومنا هذا في 2018. طبعا بدأ الافتتاح التجريبي للمركز في النصف الأول من عام 2021، ومن ثم تمت افتتاح خدمات أخرى في نهاية في النصف الثاني من 2021، وتمت افتتاح جميع الخدمات في بداية النصف الأول من 2022. طبعا الخدمات هذه تشمل خدمات كثيره، اذا سمحت لي يعني ابدا من البدايه. طبعا الخدمات العلاج الاشعاعي، خدمات الفحوصات الاشعاعيه والفحوصات الاشعاعيه والعلاج النووي، وهو قسم مختص بشكل كبير حتى في تقديم بعض التداخلات عن طريق العلاج او طريق الفحوصات الاشعاعيه، ثم الوحدات النهارية والعيادة النهارية وأقسام الترقيد. عندنا ثلاث أقسام ترقيد، الوحدة والعناية المركزة، وأيضا قسم العمليات وقسم العمليات والمناظير. أيضا هناك قسم متخصص في المركز بالرعاية النفسية والتأهيلية للمريض، وهو قسم للعلاج المتكامل للمريض. طبعا المركز بني على فكرة أن يقدم عناية متكاملة للمريض تحت سقف واحد، وما فهذه هي أصلا الخدمات التي يقدمها المركز بشكل كامل، ويقدم خدمات متكاملة لمرضى السرطان تحت سقف واحد. دكتورة لو تحدثين عن إذا كان في إحصائيات متوفرة عندكم عن الخدمات العلاجية اللي قدمها من يوم افتتاحه وحتى الآن. طبعا عمر المركز قصير جدا، يعني سنتين بشكل كامل، سنتين من الافتتاح الجزئي. تقريبا المركز لحد اليوم أكثر من 5000 مريض تم تسجيله في المركز، أكثر من 10000 جرعة كيماوية تم إعطاها المركز، أكثر من 23000 وصفة علاجية أعطيت لمرضى المركز. طبعا أكثر التخصصات التي يعني أكثر المرضى هما من برنامج سرطان الثدي، ومن ثم من برنامج سرطان الجهاز الهضمي. طبعا سرطان الثدي كما يعلم الجميع أنه أكثر من الأمراض المنتشرة، فعندنا 1500 مريضة مسجلين في المركز بسرطان الثدي، وما يتجاوز 1000 مريض في الجهاز الهضمي، وهناك الكثير أيضا من مرضى الرأس والعنق والرئة بما يقارب 1000 مريض أيضا. فهناك الكثير من المرضى الذين زاروا المركز من وقت افتتاحه. الجدير بالذكر رغم أن عمر العمليات أو عمر افتتاح المركز قسم العمليات أقل من سنة ونص، ولكن تقريبا ما يقارب 1000 عملية جراحية تم القيام فيها في المركز. دكتورة ما الذي يميز المركز؟
طبعا المركز يميزه الكثير. وقبل اللقاء أنا سألتك هل في مركز في عمان بنفس الشكل؟ طبعا فكرة المركز الأساسية أن يكون المريض مرتاح، ففكرة المدخل، مدخل المركز نفسه مكان مفتوح مريح، لا تحس أنك أنت في مركز أو في مستشفى، أنت قادم لمكان مريح، حتى الاستقبال طويل وفي خدمات كثيرة، المركز مفتوح، المركز فيه لمسات جمالية كثيرة جدا، لمسات الجمالية تحسها في كل شيء. طبعا في الأقسام، حتى في القسم اللي احنا موجودين حاليا فيه، في لمسات جمالية حتى في المكان اللي جالس فيه المريض. هذه غرفة مريض، هذا مكان مريض، فأنت لو تشوف المنظر المريض يكون فيه مرتاح. فهذه فكرة أساسية كانت في المركز. الشيء الآخر يميز المركز أنه في قسم خاص للعلاج المتكامل، المريض تحت سقف واحد، لا يرعى، لا يجد فقط الرعاية الطبية ولكن الرعاية النفسية. عندنا أخصائيين اجتماعيين، فالنظرة الاجتماعية واحتياجات المريض من ناحية الاجتماعية، والتنسيق مع وزارة التنمية أيضا إذا كان المريض من ذوي الاحتياجات أو من ذوي الدخل المحدود وغيره. ما يميز المركز أيضا أن هناك بعض التخصصات غير موجودة في مكان آخر، وبعض العلاجات غير موجودة في مكان آخر. كمثال، ويمكن تسألني بعدين ما هو الجديد، بس في أشياء كثيرة جديدة في المركز وأشياء كثيرة تميز المركز. أيضا ما يميز المركز قسم البحث العلمي، حاليا موجودين في قسم البحوث السريرية، وهو القسم الوحيد الموجود في سلطنة عمان، معذرة، المتخصص في البحوث السريرية. قسم تنويم، قسم ترقيد عادي في أسرة وفي ممرضين وفي أطباء، ولكن المرضى الذين سوف يتم تنويمهم في هذا المكان فقط الذين يخضعون لبحوث سريرية. وطبعا البحوث السريرية، المركز ليس مركز تجارب، بس لوضح هذه الفكرة، المركز يبحث مثل جميع المؤسسات العالمية لأفضل علاج لمرضى السرطان. ففي بحوث كثيرة جدا قائمة، هدفها تحسين طبعا فرص الشفاء للمريض، تقليل المضاعفات للمريض، تحسين جودة الحياة للمريض. دكتورة، سؤالي الأخير، ما هو أو حدثنا عن الاعتماد الدولي للجودة؟ طبعا الاعتماد الدولي إنجاز يفخر به جميع منتسبين للمركز، الإداريين، الممرضين، الأطباء، كل حد. هذا جهد قام به الجميع صراحة، موظفين الكبار والصغار، يعني الجدد، المركز يحوي على الكثير من الموظفين العمانيين الشباب. فالمركز فخور جدا، وتم بعمل بجهد كبير جدا صراحة. جيتنا في يوم احنا مرتاحين، كلنا نشعر بالفخر، الجميع يشعر بالفخر. طبعا المرضى يحسوا بالفرق، أي مريض أعتقد في المركز موجود حس بالفرق. الاعتماد الدولي وضع تركيز المركز وتركيز موظفين المركز لخدمة المريض والعناية بسلامة المريض أكثر من أي وقت آخر. فالمريض في قلب الحدث، المريض هو الأساس، صحة المريض والعناية به وتقديم الدعم النفسي و سلامته مهمة جدا. وهذه فرصة، أعتقد هذه فرصة مهمة لشكر الجميع، جميع المنتسبين المركز بجميع الأطياف، يعني ليسوا الأطباء والتمريض والجهاز الطبي فقط، ولكن أيضا الجهاز الإداري، الفني، الهندسة، الجميع قام بجهد كبير جدا. والJCI الاعتماد الدولي ليس فقط، يعني تركيزه ليس فقط على المريض وتجربة المريض، ولكن أيضا على مرفقات المركز وعلى أساسيات المركز وعلى طرق، مثلا إذا صارت حريق لا سمح الله، استعداد المركز، التعامل مع الكوارث والتعامل مع الأشياء الخارجة عن الإطار المعتاد عليه. شكرا لك دكتورة، معلومات قيمة، ونبارك لكم أيضا لحصولكم على الجودة في الاعتماد الدولي للمركز. بارك الله جهودكم في خدمة المرضى في هذا المركز. شكرا لك دكتورة هدى بنت شنون العويسية، عضوة اللجنة التشغيلية ومديرة دائرة التمريض بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان. خديجة،
شكرا لك زميلنا يعقوب بن يوسف البلوشي وطاقم العمل معك ولضيفتك الكريمة. هي ذكرت أن هي فخورة بالمركز وما يقدمه، وحقيقة كلنا فخورين بكل ما يقدمه لكل المرضى من رعاية، سواء كانت رعاية طبية أو أيضا رعاية نفسية. طبعا احنا ايضا وصلنا تقرير حول تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي اقيمت في رمضان بالبريمي، تقرير الزميل انور بن زاهر الغريبي، متابعة ممتعة.